الشبيبة حققت فوزا واحدا فقط هذا الموسم، يعني من بين الانطلاقات غير الموفقة في تاريخ فريق شبيبة القبائل، الفريق الذي لم يسقط إلى الدرجة الثانية، الفريق الوحيد الذي لم يهبط إلى الدرجة الثانية. الكرة في الخلف مباشرة بين عناصر الشبيبة أمام تشجيعات المئات الحاضرين للوقوف مع فريقهم في السراء والضراء كما يقال. حارس مجاد اللي يراوغ الغامر هنا خالد بوحكاك اللاعب السابق لجمعية عين مليلة، البحث مباشرة عن قنينة، ياسين ترجع الكرة لبن زايد، تمريرات قصيرة بن يوسف ينقلها يبحث عن قنينة، توصلوا المراوغة، صاحب المراوغات معروف بمراوغاته وانطلاقاته وتوغلاته، ولكن الفطنة الدفاعية من جانب الدور من جانب شبيبة تيارت. مباراة بدأت مباشرة في الموضوع، دخلت مباشرة في الموضوع، مجادل هنا في مركز قلب دفاع، ولكن إذا أكثر المراوغة قد يقع في الخطأ. تبادلات جميلة بين عناصر الشبيبة في الوسط، والحمو ينقلها من هناك يبحث عن سانوغو، تصل الكرة إلى سانوغو لكن الدفاع حاضر، الدفاع غسالي، هشام في التغطية الدفاع كان حاضر، بالتالي الخطأ لصالح فريق شبيبة القبائل. هو بن زايد سعد الدين يعيد الكرة إلى منطقة شبيبة تيارت طويلة مباشرة، شايب الدور يخرجها، سيد احمد شايب الدور يخرجها الى التماس، تلعب سريعه، ولد حمو عنده الكره، حاول نقل الخطر ولكن التركيز يغيب، وانطلاقه في هجمه مرتده ولكن سرعان ما تستخلص وتسترجع من قبل عناصر الشبيبه. في الوسط بوحكاك من طالح، كره عميقه طويله، البحث عن دادي موقي ولكن محور الدفاع موجود، شايب الدور مرة ثانية خرجها ثم دردار. التبادلات القصيرة بين عناصر الشبيبة، محاولة لنقل الخطر وإيجاد الثغرة من ولد حمو. شاهدناش يعني فرص حقيقية سواء على مرمى الحارس مجادل أو على مرمى بلمي صبيح في مباراة اليوم. لحد الآن فيش لقطات وفرص جادة وحقيقية بعد مرور 25 دقيقة ونلعب الدقيقة 26 من زمن المباراة. طبعا حينما نذكر فريق شبيبة تيارت العارضة الفنية قادها المرحوم كذلك عبد الحميد زوبا في فترة من الفترات بعد هذه اللقطة أو المحاولة لفريق شبيبة تيارت من هناك، ولكن التركيز غايب والبارع بن زايد سعد الدين يخرج هذه الكرة، تعود الكرة تيارتية من جديد، تمشي من دردار، محاولة انتقال بطريقة ممتازة، بطريقة ممتازة، التمريرة كانت جميلة جدا ناحية اللاعب رقم 11 مرسلي سليمان عن طريق دردار الذي يقوم بواجبات هجومية في المستوى لحد الآن في هذه المباراة. عد دردار حقيقة في الرواق الأيمن إلى جانب مقرن والناس، نشاهد العمل، تمريرة جميلة جدا بخارج الرجل، حقيقة كانت من أروع ما يكون من أمر أروع التمريرات في هذه المباراة لحد الآن. كنت أتحدث عن شبيبة تيارت وتاريخها منذ 1943، عدة مدربين تعاقبوا على العارضة الفنية، نذكر منهم سعيد عمارة، عبد الحميد زوبا، حميد اسكندر، سويدي بن عيسى، كريمو العريبي الحارس السابق طبعا للمنتخب الوطني، أيد سعيد، بريك بن عيسى، واضح بن زينب، وغيرهم الكثير الكثير من المدربين السابقين. شبيبة تيارت لعبة فيها الدول السابق صايب موسى، لعبة طبعا في الشبيبتين القبائلية والتيارتية، إيراتشي نايت، يحيى بالحسن المعروف بتشيبالو، شعبان مفتاح، شرفاوي، بوهني، الكثير من اللاعبين مروا وتعاقبوا وخدموا وقدموا لهذا الفريق. انطلق من هناك لشبيبة تيارت في الرواق الأيسر، محاولة للدخول، غزالي هشام عنده الكرة، دخل بالمنطقة، توزيعة وتسديدة، لا ندري كانت توزيعة وتسديدة ولكن الزاوية كانت مغلقة، كانت مغلقة الزاوية من هناك في الرواق الأيسر. شاهدوا الانطلاقة من زاوية أخرى، بوتحيو طبعا طاهير هو المنطلق وهو المسدد في هذه اللقطة. في الخلف هذه الكرة شايب الدور عنده الكرة ينقلها مباشرة، وحماني ينقلها وتصل إلى الجانب الأيسر، ثم في وسط الميدان مزار انطلق بالكرة، عاد إلى الخلف ثم ناحية الأمام، دفاع الشبيبة عن طريق طالح يخرجها إلى
سانوغو، تصل إلى سانوغو وسرعان ما تستخلص وتسترد عن طريق غزالي. أسرع ثنائي متواصل، الانطلاقة من هناك، الانطلاقة من غزالي، توزيعة موجودة ولكن الحارس عبد الرحمن مجادل موجود في المكان المناسب. انطلاقة على عكس المرحلة الأولى ناحية الأمام، كل فريق درس جيدا وقرأ طريقة لعب الفريق المنافس ودخل هذه المرحلة الثانية مباشرة ناحية الأمام في لعب مباشر. انطلاقة على الجانب الأيسر، هنا اللعب بالمصابيح تمكن من توزيعها ولكن دفاع شبيبة القبائل يتفوق ويستخلص الكرة وينطلق في هجمة مرتدة معاكسة. انطلاقة تصل إلى سانوغو، سانوغو محاولة المرور يتمكن من المراوغة ولكن حكم المباراة قريب من اللقطة يقول واصل اللعب ما فيش خطأ. ثم الانطلاقة والاسترجاع والاعتماد على الجانب الأيسر، تصل مباشرة إلى غزالي هشام، ترجع للخلف إلى حماني، علي حماني قائد الفريق ابن الفريق، أرسلها مباشرة لبحث عن مقراني، استقبال جميل ولكن موجود كذلك بن زايد، يتفوق مقراني، ينطلق، يتقدم، يواصل اللعب، يتقدم بهذه الكرة، ماذا سيفعل؟ التسديدة موجودة، با اختر لقطة لحد الآن طويلة من غزالي مباشرة ناحية البديل بن ثابت، ما توصلوش الكرة، تعود للشبيبة، انطلاقة من ولد حمو، استدار بالكرة، انتظر المساندة مباشرة بن ساحة، انقلها من هناك، عودة إلى الدفاع ثم لبن زايد، نقل الكرة، نقلت جميلة نشاهدوها الآن من قبل عناصر الشبيبة القبائلية. جنينة ياسين يتمكن من توزيع الكرة، با 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 با، هدف من أروع ما يكون لصالح شبيبة القبائل. بوحكاك خالد يتمكن من الارتقاء فوق الجميع وتوقيع هدف المباراة الأول بطريقة من أروع ما يكون. مراوغة جنينة افتح ووزع الكرة بطريقة ممتازة في انتظار الإعادة لهذه اللقطة. فرحة كبيرة من عناصر شبيبة القبائل على أرضية الميدان ومن أنصارها فوق مدرجات ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. الدقيقة 65 شهدت فرحة للمدرب عبد القادر عمراني ولعناصر شبيبة القبائل. طبعا عمراني لا يظهر الفرحة في مثل هذه الوضعيات حتى يتسنى له المواصلة على نفس النسق. شوف التوزيع الجميلة جدا، التسلل ما كانش حاضر، الارتقاء الرائع جدا بطريقة ممتازة. أو هنا بن ساحة بلال البديل، بن ساحة بلال البديل ارتقى فوق الجميع موقعا أول أهداف المباراة. هدف سينعش المقابلة ويعطينا نسقا آخر ويبعثها من جديد. 1-0 لشبيبة القبائل في الدقيقة 65 ونلعب الآن الدقيقة 67. هل سنشاهد ردة فعل من شبيبة تيارة الذي وقف ندا للند من طبعا في هذه المباراة؟ بطاقة صفراء طبعا لبلال بن ساحة الذي نزع القميص أثر تسجيله الهدف. 1-0 لشبيبة القبائل في انتظار القادم، في انتظار الدقائق المتبقية. 25 دقيقة متبقية من الوقت الرسمي لهذه المباراة. انطلاقة لشبيبة تيارة، الأكيد أن الهدف سيغير مجريات المباراة. محاولة ميرازي ينقل بالكرة، غزالي عنده الكرة، توزيعة موجودة، دفاع بصعوبة كادباغة الحارس، الدفاع بصعوبة كبيرة كادباغة حارسه ميجادال عبد الرحمن. حقيقة كرة فرصة هي الأخطر ربما في اللحظات الأخيرة من جانب. تبادل جميل جدا، رائع هذا التبادل، لعبة ثلاثية جميلة جدا. وبن زايد سعد الدين كاد أن يباغت حارسه، ركنية لصالح شبيبة تيارت. شوف الإعادة كاد يباغت الحارس، حقيقة ارتباك نوعا ما. تلعب الكرة ثنائية، مقران يحاول المرور والتوزيع حاضر، دفاع يخرجها، تبقى المحاولة والفرصة المتاحة ومباشرة إلى منطقة شبيبة ديارت والحارس بالمصابية حمار. غزالي ميرازي يبحث عن الكرة العميقة، التبادلات موجودة، مباشرة إلى البديل عبد الواحد ينقلها من هناك إلى الدفاع. تردار ترجع إلى حماني وشيب الدور، الآن عند سيد أحمد شيب الدور، حاولت البناء من الخلف، ميرازي عاود للخلف للبناء والتنسيق. طويلة مباشرة من دردار،
ترجع في الخلف، تبادلات جميلة، عروض جميلة يقدمها فريق شبيبة تيارت، تنقل من هناك عن طريق غزالي، هشام ينقلها بطريقة ممتازة بن ثابت، محاولة المرور والعودة إلى الخلف. أربع دقائق طبعا. حاولت محاصرة لاعبي شبيبة تيارت، ومع ذلك استمتع في الكرات القصيرة وكذلك في التكتيك الذي يستعمله كل مدرب وكل فريق في هذه اللحظات. أربع دقائق راح تكون مثيرة جدا. شوف هنا التدخل الحكم يقول ما فيش خطأ، وانطلاقة لشبيبة تيارت من هناك في الجانب الأيمن، مقرني ما توصلوش الكرة، وعودة الدفاع، عودة الدفاع القبائلي، وتصل الكرة إلى بن زايد. سعد الدين بن زايد وإخراج الكرة من بوحكاك خالد، تصل مباشرة إلى دحماني أو حماني قائد الفريق، إلى التماس مباشرة لشبيبة القبائل. 1-0 للشبيبة في مباراة متكافئة إلى أبعد الحدود، ندية كبيرة ومباراة متكافئة إلى أبعد الحدود. فرصة، خطأ دفاعي جعل أثر الهدف الأول والوحيد لحد الآن لشبيبة القبائل. تلعب الكرة وتستخرج من عناصر شبيبة تيارت، ومحاولة الاعتماد على الكرات والمرتدات هنا توصل، ولكن مباشرة إلى دفاع شبيبة القبائل والحارس عبد الرحمن ميجادال. انطلاقة من الشبيبة، انطلاقة من البديل نسيم بوكرو، وحاولة المراوغة البحث عن المساندة، تصل مباشرة لبنسحة بلال، يرجعها إلى الخلف زكريا منصوري، أمامه بوكرو، أمامه كذلك بلال بنساحة، يفضل الخلف والعودة إلى محور الدفاع طالح وكذلك أبو حكاك.